السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله تكونوا لاباس يا ربي. طيبة تخت ولاد، وأنا جبت لكم العجينة. العجينة تاعها يعني تجرباها راح تدعو لي بالخير، بس كل عجينة تاعها هذه أنا معتمدتها، بس كل عجينة تاعها تجي هشوشة وخفيفة تدوب لك في فمك من الآخر، خلاها تدوب. ان شاء الله تعجبكم الوصفه دي، وعبالي بها راح تعجبكم. المهم انتم تبعوا معايا الوصفه وشفاها. والوصفه ما فيها حد شيء، جست بطا زبده بركه وسكر كلاسي وعد وزز عضماته ولمي بالفارينه، هاكي مدايره وصفه تاعك تاع تخت ولاد. وشفاها، عندي بطا زبده، هنا يا عندي زبده تاع ماني. الزبده ماني هادي ما تهدمش، فاهمين؟ مش حكيمه الاخرى دي تهبل ما تهدمش. انا عندي تاع 500 غرام بس راح ندي منها النص. وهنا يا عندي سكر كلاسي، وعندي شويه تاع ملح تسمى بها يعدل لنا الطعم ما تجيناش مسوسه خلاص. وهنا يا عندي زوز عضمات، عندي شويه برك تاع خميره ما نحوسش عليها ياسر. هنايا درت نص رطل تاع الزبده دي 250 غرام، حطيت عليها رشه تاع ملح. هنايا مش لازم تديرو بالباتر، جست انا درت هنايا بالباتر. وشوفوا كل ما تكون الزبده تاعكم راح تجيكم هكا طريه كما نقولوا حراره الغرفه، كل ما راح تعاونكم اكثر، فهمتوا؟ ماذا بيكم انتم تخرجوها قبل الزبده. هنا حطيت العظمه، ما تلوموش تصوير هنا بس قاعده نصور بيد وحاكمه بيد، فاهمين؟ هنا على دفعات ديروا العظام، تحطي العظمه الاولى وتضربها مليح بالباتر. لكن عندك باتر تضربها بالباتر، كان ما عندكش الباتر ديرها بالفوي ولا ديرها بيدك بركة. بعديك هنا تزيدي 6 مغارف تاع سكر كلاسي، وتكوني مغربلتهم ديجا مصيرتهم بما تجيكمش التكتلات هذيك، تجيكم هكا كعبر كعبر. وهنا يا لاباتي ما تجيكمش حلوه خلاها، تجيكم ملاحه بركة مع كي تحطوا مثلا الكريمه تاعكم ولا الشوكولا، تجيكم كل ما كانت الزبده تكون الزبده طريه راح تدي لكم شويه الفرينه، بس راح تجيكم الكونتيتي تجيكم ياسر، فهمت؟ مش كيما تكون الزبده يابسه وتحطي الفرينه ما تدي لكش الفرينه ياسر، بس حتجيك قليله ما تجيكش كيما الزبده طريه. هنا حطيت كما شفتوا شويه برك تاع خميره، اي ممسوحه خلاها المغرفه ديكا تاع خميره كيميائيه. وحطيت هنايا كذا نحط بشويه الفارينه، فارينه مغربله نورمال، وتدوري شوفي في يدي مش تعجني، لا تلماها برك. انا يسحنا ندور يدي هكا هو يدور معايا هكا، انا ندورك وهو يدور معايا هكا. لماها بالفارينة مليح مليح، هنا يجا خويا حكم لي صحن. كشغل مش وحاك، ما والله كشغل مش وحاك. هنا كل ما تكون ناقصه فرينه زيدي لها، وجهو لا بات سابلي ديما تجي طريه ما تيبسوهاش، لازم تجي طريه في يدكم مش تتلصق، بس طريه. هنا كانت مازال محتاجه الفرينه، كما قلت لكم الفرينه كي تكون طريه راح تكون تدي لكم الفرينه تكون الزبده تكون طريه عفوا الزبده تكون طريه راح تدي لكم الفارينه.
بس حتقطع لكم ياسر كعبات. حبة واحدة دير ياسر جست الفارينة الزبدة وش بي أنا جست الزبدة بركة ديرها طرية خلا. أنا مازال تستحق الفارينة. زيدلها الفارينة بالعقل وتخلطي مليح. ديروا لي لايك يا جماعه ولا سبسكرايب فضلا وليس امرا. هنايا بعد ما لميتها شوفوا كيف ما تجي طريه، ما تجيكمش يابسه، شوف حتجيكم طريه. بعد طيب لكم عشوشه وما تعذبكمش بعدها، كي ديراها في الليمون ما تعذبكش. هنا قصيتهم زوز دويرات، واحدة حطيتها في الكونجيلاتر والأخرى حطيتها نخدم بها. شوفوا الليمون تاعي قدماه، يعني مش هم صغار هذوكم خلا، يعني من المتوسطين، مش هم صغار خلا مش هم كبار خلا. هنا نحل لاباتيه. كي تحلاها وسيمة ما تحليهاش تاع خلا رقيقة خلا بها ما تتكسر لكش الكعبة. انا لقيتها مزلت خشينة، قصيتها على زوز والطرف هذاك زدت حليته. شوفوا كيف ما تحلاها، كيف ما مشي خشينا خلاه ومش هرقيقة خلاه. هنا يجيبي اي مول يكون اكبر من الاخر بشوية. هنا يجيب تاع الربوع عادي اقصيت بها. اي حاجة تكون هكا اكبر من المول تاعكم بشوية قصوا بها. تبداي ديري فيها في المول، كاين حيد ما تخرج لهمش، شتو الحواشي هذيك تكتيك تاع الحواشي هذيك ما يخرج لهمش. نتوما وشي هو جست رصوا عليها بيان برك هذوك تخرج لكم، يخرج لكم شكل نورمال. عندي صاحبتي تقول لي ما يتخرج ليش يخرج ليش الشكل هذايا على تاع الحواشي، قلت لها جست بركة رسي عليها بيان وهي نورمال تخرج عادي. تنحي الزايد هذاك وديرها قد قد لي في النص هذيك. تعد لها بيان بركة ومن بعديك تتقباه. مش محد مديري الحمص ولا حاجة مهم جافة، يقولك حاجة جافة حطها كيما الحمص كيما اللوبي كيما العدس، يقولك حطها في النص وخلها طيب. لا بلاكس تقباها بركة كيماكا ومش راح تطلع لك خلاها في النص خلاها. هذي بالتجريب هذي كعبة الأولى. انا زدت معكم الكعبة الثانية. كي
كي تشوفها خشينة في النص جست اضربها بركة بصوابعك قد قد منا ومنا وعد لها برك. شوف على الحواشي قدر رص لها في الحواشي بيخرج لي الشكل هذيك تاع التختولات. تعد لها بيان وتنحي يديك الزايد وتزيدي تتقبعي يا وسيب الفرشيطة. بعد ما تكمليهم كل حطيهم في الفور، الفور 180 درجة، حطها تطيب واحد كما أنا دات لي 18 دقيقة، حطيتها الفوق دات لي واحدة 18 دقيقة بركة في الفور. تخلها كاين وحيد يحبها بيضة، كاين وحيد يحبها حمرة، كاين وحيد يحبها رايحة ديك الحروقية، كل واحد كيف ما يحبها. تسمها في يدك الطياب، وهي يعني الماكلة تاع التختولات تجي هكا شوية حمرة. وتقطع لك كونتيتي ملاحة. انا اقول قطعت لي واحد 22 كعبة كاكا بالمول، هذاك جست 250 غرام برك تاع الزبدة. شوفوا هنا بعد ما طابت خرجت لي كمية الله يباركه. الشكل تاعها خرج عادي، حمرة حشوشة خفيفة، كي تهزها خفيفة خلاها في يدك. يعني العجينة هادي انا معتمدتها، اي صابلي كي نجي راح نطيب صابلي ديما ندير العجينة هادي. انا كي تحبي تزيناها في يدك. تسمى انا جزء درت من تحت، انا منعت لكم جزء بس كل الفيديو هذا خصوصي العجينة، حبيت نعت لكم العجينة تاع لي تختولات. التزيين في يدكم كما انا درت شوية كراميل من تحت وشوية شوكولا، وحطيت شوكولا ديك في الكونجيلاتور تجمد شوية، وحطيت درت الكريم ديسير وعادي. شاهدكم في الجنة إن شاء الله، نشوفكم مع وصفة قادمة. باي باي.